leaders. اسمحوا لي في جزء ثاني أني نتحدث على الإصلاحات اللي تم معناها التعرض لها من طرف السيد رئيس اللجنة. قلت أنه في تقييمنا للوضع الأمني قلت أنه المنظومة الأمنية أصبح فيها معناها حد أدنى من النجاعة، لكن الحقيقة راهي العوائق كبيرة وكبيرة برشا. فما مسألة متاع إمكانيات، هذا أمر مفروغ منه، ما يلزمش الناس تستنى من الجهاز الأمني التونسي نتائج تتشابه الجهاز الأمني متاع فرنسا ولا متاع ألمانيا ولا متاع غيره. ولو أنه تلاحظ الناس الكل أنه فما بعض الأحداث توريك اللي العمل الأمني راهو ما ينجمش يكون فيه معناها كيفاش نقوله، ما ينجمش يكون عمل يحسن البلاد تماما من كل اختراق. لو كان نحكي على الوضعية متاع برلين مثلا اللي كان وراها تونسي يعني يقوم عملية بالشكل هذاك، ثم يخرج من ألمانيا ويدخل لفرنسا ويعود يخرج من فرنسا ثم يعود يدخل لإيطاليا ومن غير ما تنتبه له الأجهزة الأمنية، راهو هذا ما نجموش نتحدثوا على ضعف جهاز الاستخبارات الألماني ولا الفرنسي ولا غيره، لكن راهو العمل الأمني ما فيهش حاجة اسمها معناها زيرو ريسك، هذا راهو ماهوش موجود. كل ما نقدر نعملوه أن نحاولوا أن المنظومة هذه تكون ناجعة أكثر ما يمكن، أن تتحط لها الإمكانيات اللازمة. ولما نتحدث على إمكانيات زادة حتى الإمكانيات فيها حدود. من هنا انطلق التفكير الحقيقة من مدة على شنية المشاريع الكبرى أو شنية الإصلاحات الكبرى اللي يلزمها تتحط في المنظومة الأمنية واللي ممكن أنها تحقق قفزة نوعية بالنسبة للأجهزة الأمنية في تونس. شنية الحاجات اللي بالحق نحسوا فيها النقص؟ واحدة من هذه كانت هو أنه المنظومة الأمنية من الناحية التكنولوجية نجم نقول لكم مؤخرة 20 سنة التالي، والأمثلة كبيرة وكبيرة جدا. أنا يكفي أني نقول لكم حتى وفي جلسة عملية راه حتى المنظومة الاتصالية متاع وزارة الداخلية هي منظومة تناظرية، والمنظومة التناظرية هذه مش موجودة في عدة بلاد. التوى في تونس أوني با باسي أو نوميريك في المنظومة الاتصالية متاعنا. التوى في تونس ما عندناش معناها منظومة متاع مراقبة المدن بالكاميرا. اللي أكيد السادة النواب الكل يسافروا لبرا ويعرفوا اللي هذه معناها حاجة ولات من البديهيات. ما تفركسوش على الحاجة هذه في دبي ولا في لندن ولا في فرنسا، شوفوها في الجزائر مثلا، شوفوها في المغرب الأقصى مثلا. يكفي أنه نسترجع أنه في حادثة الحافلة متاع الأمن الرئاسي كانت بعيدة 100 متر على وزارة الداخلية، وإحنا ما عندناش ديزيماج فيديو اللي تمكننا على الأقل حتى باش نكشفوا على الملابسات متاع العملية كيفاش تمت من الناحية المادية. فكان هذا واحد من المشاريع اللي خدمنا عليها بشكل كبير، لأنه وقت اللي تبدأ فما صعوبات مادية، وقت اللي يبدأ الموارد البشرية الموضوع على ذمة الوزارة معناها ما تفيش بالحاجة في معناها في السيطرة على كامل التراب الوطني، فيصبح معناها أمر مفروغ منه أنه يقع وضع منظومة بالشكل هذا في تونس. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، لأنها تمكننا أول حاجة باش تكون عندنا أكثر نجاعة في العمل الأمني، اثنين تمكننا من إعادة توزيع الموارد البشرية متاعنا، وأكيد أنها تعطينا معناها قيمة مضافة معناها ما عندهاش مثيل. المشروع هذا باش يكون إن شاء الله في 2017 يدخل حيز التنفيذ، ربما في النصف الثاني من 2017. على كل حال المراحل التجريبية متاعه انطلقت، فما كاميرا وحيدة في إطار المشروع هذايا تم تركيزها خلال الأيامات اللي فاتت، والتجربة معناها ناجحة أكيد. نستناو فقط في المعدات أنه الشركة اللي تم التعاقد معها تجلب المعدات الكل، وينطلق تركيز المنظومة هذه في مرحلة أولى باش يكون في تونس الكبرى، باش تكون فما 1200 كاميرا في 400 نقطة.
كل نقطة يكون فيها تروى كاميرات، دو كاميرا فيكس وواحدة موبيل. لكن اللي أهم من هذا هو سامحوني في الكلمة البلاتفورم اللي باش توفرها المنظومة هذه. أولا لأن باش تبدأ من تونس الكبرى ثم باش تنتقل إلى باقي مناطق الجمهورية. اثنين، المنظومة هذه من الناحية الآن معناها من الناحية المبدئية باش تكون منظومة متاع نقل صور إلى قاعة عمليات، يعني مجرد كاميرا تراقب. لكن فيما بعد فما أجزاء أخرى مهمة ومهمة جدا اللي تتعلق بدي لوجيسيال متاع ريكونيسانس متاع لي بلاك دي ماتريكولاسيون أو الحاجة، يعني المنظومة بطريقة آلية تنجم تكشف السيارة اللي هي مفتش عنها، وكذلك فيها دي لوجيسيال متاع ريكونيسانس فاسيال اللي يولي إذا كان فما شخص مفتش عنه ولا مطلوب للعدالة أو مطلوب للأجهزة الأمنية لأمر ما يمكن أنها تكشف عنه بطريقة آلية. إذا كان وصلنا لللوجيسيال متاع ريكونيسانس فاسيال، هذا يتحول بين المنظومة أخرى هي منظومة بطاقة التعريف الوطنية اللي المشروع متاع تحويلها إلى بطاقة تعريف بيومترية يولي هنا أساسي وما عادش نجمو نهربوا منه. لأنه المنظومة هذه إذا كان نحبوا نشتغلوا على الناحية البيومترية باش يكون عندنا دي لوجيسيال متاع ريكونيسانس، لابد أن يكون عندك معناها قاعدة بيانات بيومترية اللي فيها معناها تصاور متاع الناس. والحقيقة المشروع متاع بطاقة التعريف البيومترية اللي هو الآن وصل مرحلة هامة وهامة جدا، لأنه وزارة الداخلية قدمت مشروع قانون أساسي لتنقيح القانون الأساسي القديم اللي يتوضح فيه شنو ما التغييرات اللي باش تكون في البطاقة هذه. لكن المشروع هذا كذلك راهو ما هوش مجرد أنه المواطن التونسي باش ياخذ بطاقة تعريف جديدة، معناها ربما تكون معناها من الناحية الجمالية خير، لكن شنية المنظومة اللي وراء بطاقة التعريف هذه. وراها أول حاجة قاعدة بيانات بيومترية، وراها كذلك قاعدة بيانات اللي فيها البصمات متاع التوانسة الكل. قبيلة كنت نتحدث على تأخر تكنولوجي كبير، إذن نعرف وراه اللي وقت اللي في تونس تصير عملية متاع سرقة وتتحول للشرطة الفنية باش تلقى بصمة متاع السيد اللي ارتكب العملية. راهو في تونس البصمة هذه كان فركسوا عليها بطريقة يدوية، والآن واحد من المكونات متاع مشروع بطاقة التعريف بيومترية هو في إرساء قاعدة متاع معالجة آلية للبصمات، السعة متاعها تقريبا 11 مليون، يعني في ثواني ممكن أنه في تونس يقع التعريف بالبصمة هذه. وأكثر من هذا، هذا يعاوننا مثلا في مجال تدليس جوازات السفر. أي مواطن يدخل لتونس بمجرد أنه يضع الأصبع متاعه على واحدة من الأجهزة اللي نحبه نحطوها غادي ينجم يقع التعريف به بشكل معناها سريع وسريع وسريع جدا. بطبيعة الحال لما نتحدث زاد على بطاقة تعريف بيومترية لابد أن ننقل الجواز السفر البيومتري، لأنه ما تنجمش تكون عندك بطاقة تعريف بيومترية وما عندكش باسبور بيومتريك. ولو انه بالنسبه لجواز السفر البيومتري راهو ما عندناش الاختيار في تونس، لانه المعاهدات الدوليه تعطي انه بدايه من 2018 لابد انك تنقل لجواز السفر البيومتري والا تقعد خارج المنظومه الدوليه في مجال وثائق السفر. قلت هذم تقريبا المشاريع اللي تحدثت عليهم لانهم هذم اللي الان على الطاوله والمراحل نتاع الانجاز نتاعهم متقدمه ومتقدمه جدا. لكن هناك العديد من الاصلاحات اللي ما زالت بصدد الدرس، مش معناها ندرس في امكانيه نعملوها وما نعملوهاش، يعني الدراسات الفنيه للمشاريع هذه بصدد الانجاز حتى ننطلقوا فيها، لانه حتى من ناحيه تمويلها معناها ما عندناش إشكالات في هذا. يكفي أني نذكر منظومة الاتصالات متاع وزارة الداخلية اللي لابد أنها تتغير من التناظري إلى الرقمي. مشروع إنجاز قاعة عمليات جديدة لوزارة الداخلية تعوض قاعة العمليات الحالية اللي تفتقر إلى التكنولوجيات اللازمة في مجال مكافحة الجريمة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.